مع تدفق عشرات الآلاف من النازحين إلى مدن وقرى الشمال، إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. تداعت مجموعة من الأطباء الغيورين على بناء الوطن إلى تأسيس الجمعية الطبية الإسلامية. تمثلت البداية في افتتاح مستوصفات ومراكز الإيمان الصحية وأطلاق خدمات العيادة المتحركة، فكانت الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل، والتي أثمرت فيما بعد مشاريع رائدة كمستشفى دار الشفاء وجهاز الطوارئ والإغاثة. افتتح مستشفى دار الشفاء في العام 2009، ويتألف من 4 طوابق علوية و3 طوابق سفلية، مبنية ومجهزة وفق أعلى المعايير العالمية لبناء المستشفيات. يحوي المستشفى 150 سريراً، ويتميز أنه الوحيد في لبنان الذي يوفر غرفة مستقلة لكل مريض بغض النظر عن درجة استشفائه. تأسس جهاز الطوارئ والإغاثة في العام 2006 بهدف تقديم الخدمات الإسعافية والإغاثية بكل إنسانية وإتقان وحياد وفق أفضل الوسائل الحديثة والمتطورة. يضم الجهاز 420 مسعفاً متطوعاً و25 آلية إسعافية وإنقاذية متوزعين على مراكزه في مدينة طرابلس، الضلية، القلمون وعرسال. احنا الان باتجاه مخيم القصايد، السيارة وصلت معنا، مشينا باتجاه مخيم القصايد. يبلغ تعداد مستوصفات ومراكز الإيمان الصحية 9 مراكز ثابتة منتشرة في مدن وبلدات شمال لبنان وعرسال. تقدم المستوصفات والمراكز الصحية خدماتها للبنانيين والنازحين السوريين على حد سواء. متوسط عدد المستفيدين من خدمات المراكز الصحية هو 75,000 مستفيد من اللبنانيين والسوريين.
يقوم صندوق إعانة المرضى بتقديم المساعدات المالية للمرضى أصحاب الحاجة غير المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من وزارة الصحة العامة. متوسط عدد المستفيدين من الصندوق يناهز 3000 مستفيد سنوياً. تتوزع المساهمات لهم بين صرف أدوية ومساهمات استشفائية. تتألف من 3 سيارات مزودة بالمعدات الطبية الضرورية لمعاينة المرضى في المناطق التي لا تتوفر فيها مستشفيات أو مراكز صحية. تجول العيادة المتحركة في قرى شمال لبنان وعرسال، حيث تتم معاينة المرضى وصرف الدواء لهم بشكل مجاني.